سولي هاي عاملة رب. ايه؟ الحمد لله. تعالي ادخلي. لا لا مش هلحق، محدش يعرف اني نازلة، وكمان مش عايزة مامي تقفش عليا، كفاية عليا افشل كارديت النهاردة. تعالي بس انا مجهز كل حاجة اهو. معلش مرة تانية سوري، معرفتش اجمع غير دول. سوري ايه بس؟ والله العظيم انا اللي مش عارف اقولك ايه، يعني بعد ما كل اللي بابا اتقفلت في وشي انتي بتعملي كده. مالوش لازم الكلام ده، ربنا ما يحرمني منك. حبيبي انا لازم امشي. هكلمك في قرب الليل. اوكي باي. لا مش كل مرة هتقعد تضحك عليا. يا سلام، وعايزني اصدقك برضو؟ طب بقولك ايه، خليك معايا ثواني وجاية. انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ عادي يا مامي، بتشات مع صحابي دلوقتي. يو بقى يا مامي، مش نفس الاسطوانه كل يوم. ولا في نت، والحيوان ده انا هعرف اتصرف معاه، انا هتصرف معاه. يا سفله يا سفله. على كده انت معانا بعد الفرح؟ اكيد، او على الاقل اكون خلصت شغلي. أنا حولت لك بالبيتكوين زي ما أنت طلبت، بس أرجوك عايز أخلص من تحديث كل التطبيقات قبل التجميع. أنت بس لو تديني المبرمجين اللي عندك أوعدك هخلص قبل الميعاد. اعتبرهم اتوفروا، بس تابع مع جمعة. ليليان قالت لي إنك هتعمل تحديث للسيستم.